خد يا ناقص. ايه دول؟ دول الفلوس اللي انا كنت واخدها منك عشان اكتشفت ان انت مش صاحب ومش اخ ومش صديق وكلب بنات، مش جدع، بتمثل كل حاجه عليا. ما اعرفش ليه جيت قلت للناس اللي انا مستلف منك. معلش، انت طول حياتك كده كان حلمك تقعد معايا، فمش معنى اللي انا اتزنقت في وقت من الاوقات واحتاجتك كصديق او كاخ انا اعتبرتك اخ عشان انت كنت بتقولي ده، كنت بتقولي انا اخوك، احتاجني هتلاقيني، اطلب مني هتلاقيني، فكر بس فيا هتلاقيني. انا لما فكرت فيك انت خدعتني، انت زلتني، انت اديتني الفلوس عشان تزلني قدام الناس. انا اقسم بالله العظيم ما مصدق اللي انت عملته يا ابني. مفيش حد بيعمل كده. يالا لما حد، يا ناقص لما حد يكون محتاجك خليك جنبه، مش عشان حاجة. ما تقعدش تقول لهم انا جامد، انا عدم ده، ما انا اللي اديت، انا اللي سلفت، انا اللي عملت له، انا اللي رحت معاه. مش كده يا ابني، هشيلها لك. زي ما في يوم من الايام كان حلمك تقعد معايا، دلوقتي انت قاعد معايا وبتذلني. تمام، هيلف الزمن، خلي حاجة حلوة لقدام. انا ما شفتش وسخه كده. انت لو مع حرمه وقالت لك اديني هتديها كل اللي معاك عشان انتوا كلاب حريم، بس الجدع معاكوا ما فيش. شوف انا عملت معاك كم موقف في حياتي. انا بقى لما طلبت منك عشان انا فعلا اعتبرتك اخ، زي ما انا ما عملت معاك كتير قوي. عمري قلت لك انا عملت ولا بتاع؟ انتوا يا جدعان بقيتوا في حته تاني، اقسم بالله انتوا بقيتوا في حته تاني. خلاص البنات والقرف وكل ده لحس مخكم، ما بقيتش تعرفوا يعني ايه صاحب، ما تعرفوش يعني ايه حد يطلب منكم طلب كأخ. بعتبرك اكتر من اخويا، انت ما اعتبرتنيش اساسا.